مشوار من سيد عبد الله. نصر منسي يفتح اللعب ناحية شمال، هجمة زملكاوية، منسي جوه ال 18 عايز يعمل ال 1 2 ما بينه وما بين شيكا، لكن ثلاثة من لاعبي بلدية المحلة يتعزموا على بعض، والخطأ هنا في التشتيت، ترجع لشيكا، شيكا تسديدة يا ولد يا ولد يا شيكابالا، يسدد من وضع الثبات، شيكابالا على شمال أحمد حسين، الخطأ يكلف بلدية المحلة هدف التعادل، ومن شيكابالا هنا الخبرات تلعب دور، هنا الخبرات تتعادل لصالح نادي الزمالك من كورة مركز شيكابالا، بيني وبينكو هو بيسجلها في البعيدة، المرة دي في الضيقة يسجل على شمال الحارس أحمد حسين صالح نادي الزمالك، وهدف تاني في اللقاء، خطأ في التشتيت اعتمدوا على بعض، توصل لشيكابالا على قوس ال 18، قال لك عملت ثروهات كتير، عملت تمريرات كتير وعرضيات كتير، أخلص أنا بنفسي، يخلصها في الشبكة بهدف أول لصالح نادي الزمالك، حلوة من رؤى وأحلى وأحلى من شيكابالا بهدف رائع لصالح نادي الزمالك. هدف هو ال 52 للزمالك. البلديه وصل للهدف في ال 30، الزمالك محسن سجل ما لمسش الكره تاني في ارض الملعب، وادي شيكا كان هيعمل اسيست، اللقطه اللي فاتت حلوه، دي لقطه حلوه قوي، واللقطه اللي فاتت برضو في وسط الزحمه شيكابالا يعمل